السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، أموركم لاباس. إن شاء الله تكونوا تفوتوا عطلة هايلة مع وليداتكم والعائلة ديالكم يا رب. فيديو جديد، والبداية كانت في محل بلندن، وأكيد شريت واحد الأشياء هكذا كانوا عاملين فيهم تخفيض. المهم راح نشارك معكم الروتين ديالي في هذا اليوم، يعني أهم الأشياء اللي قمت بها، ومن بينها وصفة هايلة، وصفة صيفية اللي ما تاخدش منكم وقت كبير، راح نتقاسمها معكم. ونخليكم الحين مع المشتريات اللي شريتهم من هذا المحل واللي كانوا في تخفيض. يعني مؤخرا وليت مدمنة على بلينتون، من قبل البنات اللي متبعيني كنت فقط من مارشال وتي جي ماكس، كانوا هما المحلات المفضلة عندي، لكن مؤخرا ولا بلينتون صراحة. خصوصا هذه البنات الثمن ديالها الاصلي 24 دولار، لكن هما يجيبوها ب 11.99، يعني قريب 12 دولار، وانا عبيتها فقط 5.99، لكن في تي جي ماكس لقيتها 14.99، يعني فرق تاع 3 دولار. يعني بلينتون ولات تنقص بدولار بني 3 على مارشال، يعني راكم عارفين التنافس في البيع، ولهذا الأغلبية الأشياء ديالي راني نشريها. المهم دوك نوري لكم اللي شريتها للحمام، راح نشارك معكم من بعد بنركبها باش ترفدوا عليها فكرة. يعني كانت هذه الأولى اللي شريتها، كذلك كنت شريت هذه الخاصة بالبابي دو تواليت، هذه كذلك عبيتها البنات رخيصة بثمن رخيص، الثمن ديالها الأصلي والله ما راني فاكرة، لكن عبيتها بعتقد 6.99. عبيت هذه الشمعة، ثمن ديالها توضعي فيها الشمع، ثمن ديالها كما شفتوا 16.99، لكن أنا عبيتها ب 4.99، لكن للأسف الغي كانت باقية آخر وحدة، أنا تمنيت لو كان عبيت 2، يعني لأنه هادو فيهم أحجاب كان الكبيرة وكان المتوسطة والصغيرة، لكن معليش ممكن كاش نهار نخرج فيها. وشريت هادو الفازات البنات، يعني ما كنتش مقتنعة 100% بهم، لكن عجبوني صراحة، يعني مقبولين. هذه الكبيرة كما شفتوا 12.99، كانوا عاملين فيها 3.99، والكبيرة كان الثمن ديالها وقيلة 16.99، عبيتها ب 5.99. يعني أنا شريت ثلاثة، شريت زوج كبار هكذا وحدة صغيرة، دوك من بعد نوريكم وين وضعتهم. ويعني فطوع لي نشري وحده كبيره الوغ مي كانوا 14.99، فطوع لي نشري وحده كبيره، جبت بيهم ثلاثه، كانوا عاملين فيهم تخفيض، وكانوا في ثلاث الوان، كاين هذا البلو، يعني البلو، كاين واحد في الفيغ، هذا بلو سيال، وكاين في الفيغ، وكان كاين في الباج ولا في الابيض، مانيش فاكره. المهم هادو هما الاشياء اللي شريتهم، ومن بعد كنوري لكم كل حاجه فين وضعتها. ونمشي دوك نحضر معكم اكله صيفيه بامتياز واللي ما تاخدش منكم وقت كبير. هذه البنات عفوا، هذيك للاسف تكسرت لي في الطريق، يعني ما عرفتش كيفاش صرا لي، يعني بوجات، لكن من بعد نلصقها فاسيلمون. راكم عارفين ملي تكون يبدا بزاف تاع الصوالح حاجه تاع والو. المهم نمشيو نشوفوا الوصفه ديالنا تاع نهار اليوم. اوكي، هنا واش راه عندي؟ قطعت البصله كما راكم تشوفوا هكذا، هذاك الفلفل كان عندي مجمد، فلفل احمر مقطع بتي مورسو كما راكم تشوفوا، مع شويه زيت، وخليته فوق النار يتبل لغايه. توابل عندي سكجبير، فلفل احمر، فلفل اسود، وشويه ملح، وشويه ايبيس اسمه الطاجين، يعني انا شريته متزايد جاهز، فيه واحدة التتبيله الله يعلم، لكن يجي هايل هايل ملي توضعوه مع الاكل ديالكم. خليتهم على النار مهيله. هنا راه عندي الطوماطيش، يعني عامله واحد زوج حبيبات كبار، طحنتهم غايه مع بعضياتهم البعض، من بعد ما نحيت القشره ديالهم بيان سور. وهنا زدت القزبره وراح نطحنهم كامل مع بعضياتهم البعض. هنا كما راكم تشوفوا، من بعد ما طابت ديك البصله ديالي والفلفل، عاد هنا نرمي هذيك الطوماطيش مع القزبر، ونزيد هكذا زوج فصوص تاع الثوم، نحطهم هكذا ولا بشروهم كما حبيتوا، انا ما كلاه رميتهم هكذاك. وهنا البطاطا راني مقطعتها قطع صغار صغار كما راكم تشوفوا هكذا، تجي بنينه بهذا الشكل خصوصا الدراري الصغار. ونرميها هكذا، وراح نزيد شويه تاع الماء، يعني حتى نغطي البطاطا كامل نغطيها، لانه راح نطيبها على نار مهيله. ونزيد هكذا ورق الغار، ولا حنا نقولوا له الرند، ورق الرند، ونغطي عليها ونخليها تطيب على نار مهيله، وما تاخذش منكم وقت كبير، خلاص البنات، وتكون جاهزه معكم.
وبالنسبة للإضافات تقدروا تضيفوا الكفتة في الأخير، لكن أنا من بعد راح نشارك معكم واش ضفت. أنا من بعد ما كنت نتوايت صال دو بان الحمام ديالي، كنت لصقتها هنا مباشرة تحت السقاية كما راكم تشوفوا، لكن ما جاش المكان ديالها. من بعد غيرتها، رجعت هذه البيضة اللي كانت عندي، خليتها تم يعني للزوج ديالي صوالح ديالو، وأنا وضعتها في الجهة الثانية كما راكم تشوفوا، وضعت فيها يعني الأشياء يعني لي شامبوان أبخي شامبوان ديالي وتاع بنياتي. راح نشارك معكم هذا افينو من اروع ما يكون ابخي شامبو البنات، جربوه روعه، هو معروف الكريمات ديالو كلش. اما ابخي شامبو حبيت نشارك معكم هذا دوف تاع اوكسجين البنات، يخرج لكم شعركم هايل هايل هايل. تريزوميرا غنية عن التعريف، وهذه الماركه تاع لي شامبو البنات، هذا مؤخرا اللي خرج البينك، راني مجربه الوايت كما راكم تشوفوا، الابيض مجربه، الازرق، الازرق ما خرجش عليا، راني مجربه كذلك لتحت دوك تشوفوا، راني مجربه الاخضر والبراون. انا من النوع اللي اي حاجه تخرج نجربها في شعري، خصوصا شعر البنات. الشامبوان ما لازمش تبقاو به مده طويله، لانه من بعد شعركم راح يولي باهت. يعني حاولوا مره على مره، كما انا نعمل مره على مره نسي شامبو جديد، واذا ما خرجش عليا نفوتو لراجلي مباشره. تما كنت نقلي في القلب كما شفتو، مع شويه كمون وفلفل اسود وملح برك. هنا راني ماشي نعمل لهم سموتي، كان عندي البنان وسترامبري يعني الفراوله الفخاس في المجمد، ضفت معاهم زوج تاع الياغوت ماشي واحد، وريت لكم واحد واحد، انا ضفت اثنين تاع الياغوت ومع الايس يعني مكعبات تاع الثلج. وانا نحبه هكذا شويه ثقيل، لانه من بعد ما تجي تحطي الماكله وهذه داك الايس يكون داب شويه ويولي خفيف، يعني هذه كنصيحه. وهنا كنت نسخن الخبز ديالي في الطوس، كان عندي يعني في المجمد، يعني ما عجنتش اليوم اللي كان عندي، سخنته، وكانت هذه الطاولة الإفطار ديالنا، ظريف خفيف يعني أكلة صيفية. هذا هو الخبز ديالنا، من بعد ما سخنته ضفت السلطة بيان سور، و لاسوب ديالنا ولا البطاطا بالمرقح حنا هكذا نسموها. وكما قلت لكم الاختيار يبقى لكم. انا اليوم عملت القلب من بعد ما قليته، انا عملت لي الشربات البنات يعني نموت عليها في الصيف. كما راكم تشوفوا رميتهم من الفوق هكذا فوق البطاطا، هو من الاحسن تضيفوا الخليع البنات، هذه الوصفه بالخليع تجي من اروع ما يكون. المهم كما قلت الاختيار يبقى لكم، ونقول لكم بالصحه والراحه ان شاء الله. وهنا البنات كما راكم تشوفوا بنتي الصغيره، الزيتون ما يكون كما راكم تشوفوا، ما تخليش يعني اذا عملت بيتزا ديك البيتزا كامل الزيتون من الفوق يتنحات، نقول لكم ما كاش لي ياكل الزيتون، الزيتون ديالي. وهنا كما راكم تشوفوا نفس الشيء بالنسبه للسلطه، يعني تمشي تقعد هي الاولى قبل ما تقعد اختها، وتحاول تنحي كامل هذاك الزيتون وتخليه في الطبسي ديالها، واللي بنتها كما بنتي تخلي لي هذا الشيء في التعليق. كاميليا ها واش سرقتي؟ هكا واش سرقتي لنا هنا؟ وشنو هذا؟ كي سمو هذا؟ جدو. علاش سرقتيه لنا خوتيه لنا كامل؟ حنا واش من مامي؟ واش من مامي وحنا؟ هكا هكذا هكذا برك؟ جدو. وحنا من مامي واش الزيتون؟ اه. علاش من مامي واش الزيتون؟ خوتي لنا كلش، شو 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 شو. خويتي ليش تضحكي عفريت انتيا؟ الزيتون نرجس تقولها نرجس كملت لك الزيتون، يعني قبل ما تقعد اختها خواتها كامل سبقت اختها نرجس وما خلات والو لنرجس الزيتون. تعطي نرجس شويه؟ معليش اختك اوكي؟ لا اوكي صاير ضات عليها درك، قالت لها كولي معايا معليش. اوكي البنات صحة فطوركم وشهيتكم في الجنة. عطيتيني زوج حبات؟ ايه. ثانك يو ماما، صحتك بنتي رديتي عليا. ايه. اوكي بنتي معليش كولي. لا معليش ماما ليك بصحتك. لا كوليهم نزيد لك نعطيك مامي درك، اوكي؟ يا كولي بنتي بصحتك. فهذا اليوم البنات تاني كنت حضرت هذه الحلوى كريات بجوز
الهند تجي من اروع ما يكون. الوصفه ما شاركتهاش معكم لانه كنت شاركتها معكم في القناه، راح نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف وهنا في الشاشه هكذا باش نتوما تجربوها لوليداتكم، تجي تهبل البنات، تجي من اروع ما يكون. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. الحين راح نشارك معكم ولا نوريكم وين وضعت هذيك الشمعه، يعني المشتريات اللي شريتهم راح نشارك معكم. هنا وضعتهم في هذه الدخله تاع الدار كولوار، يعني جات متناسقه مع هذو لي ميغوار. هادو البنات راه عندي نوعين في الدار، لكن هادو النوع شريتهم من محلات دلاتري فقط وحده بدلار. شوفوا البنات وضعت لها هذيك الشميعه اللي كانت عندي، جات متناسقه معها، جات تهبل نفس الحجم ديالها كلش. هذه اثنين هي الشمعه، يعني ماشي هذاك النوع اللي راهم اللي راكم شايفينه تاع البلاستيك، لا لا، يعني تتمشى بلي بيل وفي نفس الوقت هذا ماشي بلاستيك البنات. شوفوا الشمع، يعني شمعه، اما نستعمل هذه تاع الضوء ولا نشعلها من الفوق يعني تولي الشمعة عادية، يعني عجبتني الصراحة. وبالنسبة لهذوك لي فاز الكبار مؤقتا، يعني ما جبرت لهمش بلاصتهم الصراحة البنات، لكن مؤقتا فضلت اني نوضعهم في هذه الدخلة تاع الدار في هذه الطاقة عندي عريضة، كما راكم تشوفوا وضع فيها هذوك النبتات هكذا، ووضعتهم هنا. حسيتهم جاو متناسقين اكثر مع الدخله تاع الدار ومع بنتي الصغيره، يعني مازالت صغيره، لو كان نحطهم في الكولوا ولا نحطهم في الارض راكم عارفين باي باي يمشيو، يعني هادي مش عايزه كلام دراري الصغار يهرسوا هاد الصوالح، يعني لو كان غير حاجه تاع والو تفوت عليها طيح. المهم عطيوني الراي ديالكم، عجبكم ما عجبكمش، لانه اكيد هذه قضيه. وهنا احبابتي نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، وما عليا ما اقول لكم غير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.